أنتيغون للكاتب الفرنسي جون أنوي. الشخصيات: أنتيغون، كريون، الفرقة الموسيقية، الحارس، هيمون، إسمان، المربية، المرسال، ثم الحرس. الديكور هو محايد، هناك ثلاثة أبواب متشابهة. عند رفع الستائر جميع الشخصيات حاضرة في المشهد، إنهم يترترون، يحيكون ويلعبون بأوراق اللعب. مقدم الشخصيات يبتعد عن بقية الشخصيات ويتقدم إلى الأمام. مقدم الشخصيات: هذه الشخصيات سوف يمثلون لكم قصة أنتيغون. أنتيغون هي تلك الفتاة الصغيرة النحيفة الجالسة هناك والتي لا تقول أي شيء. إنها تنظر مباشرة أمامها وتفكر، تفكر في أنها سوف تصبح أنتيغون عما قريب، أنها سوف تتحول فجأة من تلك الفتاة النحيفة الشابة والسمراء والتي لا يأخذها أحد من عائلتها على محمل الجد، ثم سوف تقف بمفردها في وجه العالم. سوف تقف بمفردها في وجه كريون، عمه، خالها، والملك. إنها تفكر في أنها سوف تموت، وأنها لا زالت شابة، وأنها أيضا تتمنى لو كان بإمكانها أن تعيش، لكن لا يوجد أي حل. اسمها هو أنتيغون، وعليها أن تلعب دورها حتى النهاية. ثم بعد أن ترفع الستائر، هي تبتعد بسرعة كبيرة عن أختها إسمان. هذه الأخيرة تترتر وتضحك مع شاب ما. معنا جميعنا، نحن الشخصيات الهادئة الذين لن ينبغي علينا أن نموت هذه الليلة. أما ذلك الشاب الذي يتحدث مع تلك الفتاة الشقراء الجميلة والمرحة إسمان، فهو هيمون ابن كريون، وهو خطيب أنتيغون. في هذه الصورة نحو إسمان، ذوقها في الرقص وفي أوراق اللعب، ذوقها في اختيار سعادتها ونجاحها وجمالها أيضا. هذا ما يجعل إسمان أجمل بكثير من أنتيغون. ثم في في ليلة راقصة لم يرقص فيها هيمون سوى مع إسمان طيلة تلك الليلة، حيث أن إسمان كانت في غاية الجمال في فستانها الجديد. ذهب ليبحث ليجد أنتيغون سارحة في أفكارها في ركن ما، كما هي تفعل هذه اللحظة. ذراعاها تدور حول ركبتيها، ثم طلب منها يدها للزواج. ما من أحد فهم لماذا فعل ذلك. أنتيغون رفعت عينيها التعيستين بدون تعجب نحوه وأجابته: أجل، بابتسامة صغيرة حزينة. الأوركسترا سوف تبدأ أغنية جديدة. إسمان تضحك بصخب هناك وسط كل أولئك الأولاد الآخرين. وها نحن الآن، هو هيمون سوف يصبح زوج أنتيغون. هو لم يكن يدري أنه لن يكون أبدا لأنتيغون أي زوج فوق هذه الأرض، وأن هذا اللقب لن يعطيه سوى الموت، سوى الحق في الموت.
أما ذلك الرجل القوي ذي الشعر الأبيض الذي يتأمل هناك بجانب خادمه هو كريون. هذا هو الملك، لديه تجاعيد، يبدو متعبا، إنه يلعب دورا صعبا في هذه المسرحية، دور قيادة الرجال. قبل زمن أوديب، عندما لم يكن كريون سوى شخصية من الشخصيات التي تستفيد من المنحة الملكية، كان يحب الموسيقى ويحب المجلدات ويحب المجلدات الجميلة والتسكع الطويل في المحلات التي تبيع الآثار في مدينة طيبة. لكن أوديب وابنه ماتوا جميعهم، ترك كتبه وأشياءه وجهز نفسه وأخذ مكانته أو منصبه. أحيانا في المساء يكون متعبا، ثم يتساءل مع نفسه، أليس من الغرور أن يقود الرجال؟ أليس هذا منصبا تعيسا؟ من الأفضل تركه للآخرين. ثم في الصباح يواجه مشاكل دقيقة عليه حلها، ثم ينهض بهدوء مثل عامل نجيب يبدأ نهاره. أما تلك المرأة العجوز التي تحيك بجانب المربية التي ربت الفتاتين هي أوريديس زوجة كريون، هي سوف تبقى تحيك طيلة كل هذه المسرحية حتى يحين دورها لتنهض وتموت. إنها طيبة وعزيزة النفس ومحبوبة، لكنها لا تساعده أبدا. كريون وحيد، وحيد هو وخادمه الصغير الذي لا زال صغيرا جدا ليستطيع مساعدته. أما ذلك الشاب الشاحب الوجه هناك بالوسط، والذي يسرح هو سارح في أفكاره بجانب الجدار بمفرده، فهو المرسال، هو الذي سوف يأتي ليعلن موت هيمون عما قريب. لهذا السبب فإنه ليس له أي رغبة في أن يترتر أو يختلط مع الآخرين، لأنه يعلم مسبقا بما سيحدث. أخيرا أولئك الرجال الثلاث السمر الذين يلعبون بأوراق اللعب هم الحرس. هم ليسوا بأشخاص سيئين، لديهم زوجات وأطفال ومشاكل بسيطة مثل بقية الناس، لكنهم سوف يعتقلون المتهمين بهدوء شديد عما قريب. إنهم يحبون احتساء الخمر، وليس لديهم مخيلة، إنهم مجرد شخصيات مساعدة أو ثانوية، دائما أبرياء ودائما راضون عن حالتهم وعن العدالة. أما الآن حاليا وحتى أن يتم تنصيب رئيس جديد لمدينة طيبة الذي سوف يقومون سوف يؤمرون باعتقاله بدوره، هم مجرد شخصيات مساعدة للعدالة لعدالة كريون. والآن أن صرتم تعلمون كل هذا، هذه الشخصيات سوف يستطيعون أن يمثلوا لكم قصتهم. القصة تبدأ مباشرة عندما قام ابناء أوديب إتيوكل وبولينيس اللذان كان ينبغي
اللذان كان ينبغي أن يحكما مدينة طيبة بالتناوب، عندما قاموا بالتقاتل بالتعارك وقتلوا بعضهم البعض تحت جدران المدينة. إتيوكل الإبن البكر عندما أنهى حكمه بالسنة الأولى رفض أن يسلم الحكم لأخيه. أخوه قام بالتحالف مع 6 أمراء أجانب أقوياء، وقام بجلبهم لمساعدته في قضيته. خسروا هذه المعركة أمام الأبواب 7 لمدينة طيبة. الآن المدينة صارت آمنة، وكلا الأخوين الأعداء هم ميتون، وكريون صار هو الملك، وقام وأمر بأن إتيوكل الأخ الجيد سوف يقومون له بجنازة، سوف ينظمون له جنازة فاخرة، بينما بولينيس الابن المتمرد والتائر فسوف لن يبكي له أي شخص ولن يتم دفنه، سوف تبقى جثته فريسة للغربان وللضباع. وأي شخص تجرأ على أن يقوم بطقوس جنازته سوف يتم إعدامه بدون رحمة.